قبلة العلم وحاضنة الثقافة، الإرث التاريخي والمعرفي ليس لتعزف حسب بل ولليمن أيضا. مكتبة السعيد أحد أبرز المجمعات الثقافية الهامة التي احتضنت الآلاف من العناوين والمراجع البحثية النادرة، كانت هدفا للميليشيا حيث دشنت إحراقها وتدميرها بعد أن وصلت إلى مدينة تعز، ما تسبب بفقدان هذا الجيل لواحدة من أبرز مرجعياته المعرفية. وفي امتدادها الموسع في الخراب، دمرت الميليشيا الإنقلابية أغلب المرافق الخدمية والمؤسسات التعليمية في سعيها المتواصل إلى استهداف وتجهيل سكان المدينة من خلال العبث الذي تقوده على مختلف المستويات. عانى الكتاب وعانت الثقافة وعانت المؤسسات من الحرب والانقلاب الظالمة على الوطن بسبب ميليشيا الحربة والحصار الانقلابية وتتار العصر جحافل السل والجرب الذين لا يؤمنون لا بقيم الجمال ولا الثقافة ولا الحرف ولا الكتاب. صروح تعليمية وثقافية ومرافق خدمية تحولت في لحظة إلى مجرد ثكنات عسكرية وركام، معها دفع أبناء المحافظة ثمنا باهظا من الحاضر والمستقبل. كلية الآداب التي تقع على خطوط التماس تبقى شاهدة على عبث الإنقلابيين الذين مروا من هنا وتركوا بصمتهم على هذه الهيئة التي جاءت على كل شيء واستهدفت العقول قبل الأجساد والمباني. دخلنا المستشفى وجدنا فيه دمار هائل، يعني قسم المختبر ضرب بقذائف مباشرة بالكاتيوشا، قسم الطوارئ كان منهار تماما، قسم العيون حتى أجهزة العيون ضربت ضرب مباشر، قسم الغسيل الكلوي انتهى تماما، العيادات الطبية لكل غرفة عيادة موجود فيها قذيفة، أقسام الرقود، أقسام حتى أنها وصلت بعد ذلك القذائف ونحن مباشر عملنا داخل المستشفى، وجرح من المستشفى 11 موظف واستشهد 3 من الأمنيات الموجودين في البوابة. وضمن مسيرتها التدميرية لم تستثني الميليشيات شيئا هنا، المستشفيات أيضا نالت نصيبا وافرا من القذائف والدمار، وأحالتها الجماعة الإنقلابية إلى أهداف عسكرية وفي أفضل الأحوال إلى ثكنات عسكرية تهب المدنيين الموت، وهي التي كما يعرف عنها تمدهم بالصحة، إذ قلبت مسيرة الجماعة الظلامية موازين الحياة والأماكن ولم تعد الأشياء تقدم ما وجدت لأجلها.